وفتحت البوابات وانطلقت الأفراس المشاركة في هذا الشوط على بركة الله في الشوط الثالث على جائزة محمد بن عامر الأوبير العجمي رحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور لها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. وفي المقدمة ثريا نجد، الآن في المقدمة ثريا نجد زراع زارعة زارعة ثريا نجد لا زالت في المقدمة زارعة في المركز الثاني، تنافس مثير أيضا من ذيبة الحماد الآن، ودخول كذلك من بقية الأفراس المشاركة معنا، ودخول من نبتة، ونبتة الآن تدخل ومنافسة مثيرة بين ثريا نجد وبقية الأفراس، محاذاة الآن في الخط قبل الأخير والمنعطف قبل الأخير باتجاه الخط المستقيم باتجاه نقطة النهاية، والتنافس المثير بين الأفراس في هذا الشوط الشوط الثالث. وثريا نجد لا زالت في المقدمة، ثريا نجد منافسة أيضا من نبتة، ثريا نجد نبتة وكذلك زارعة زارعة الآن، وثريا نجد وزارعة الآن تتقدم عن بقية الأفراس، منافسة أيضا مثيرة بين ثريا نجد وزارعة، ودخول أيضا من بقية الأفراس المشاركة، لا زالت ثريا نجد الآن في المقدمة، ثريا نجد دخول من غاية الصقار، وثريا نجد أعتقد بأن ثريا نجد هي التي حسمت الموقف في هذا الشوط، ودخول أيضا